بعد أعوام سيكون لهؤلاء الطلاب مقاعد في الجامعات والوظائف وربما المناصب والمراكز الحساسة، لكن ما هو الطريق الذي يمر به هؤلاء في هذه الأراضي الريفية البعيدة بمحافظة لحج جنوب اليمن؟ لا تسير العملية بالشكل الجيد، فالطريق إلى المستقبل ليس سالكا هنا. الطلاب يفتقدون للكثير من لوازم استمرار العملية الدراسية التي ابتدأت قبل شهر. توجد لدى المدرسة مشاكل كثيرة، فمن أكبر المشاكل عدم وجود الكتاب المدرسي، حيث ونحن منذ 5 سنوات ونواجه مشكلة في الكتاب. فتوجد هناك كتب من صف أول إلى صف ثالث فقط، أما بقية الصفوف من فترة 5 سنوات لم تصلنا. هذه المشكلات في مدرسة الإمام الشوكاني بمنطقة الحيمة التابعة لمديرية المضاربة ليست وليدة اللحظة، حيث المدرسة تتكون من 12 شعبة دراسية ويوجد فيها 15 معلم ما فيهم الوكيل. فهناك بعض الفصول الدراسية تتكون من 62 طالب وشعبة واحدة. لا شيء يكتمل، فالطلاب درسوا سابقا في مبان قديمة وعشش مصنوعة من سعف النخيل، وعندما أنجز هذا البناء المنتظر حال غياب الكتاب المدرسي ونقص الكادر التعليمي عن إتمام هذه الفرحة وسير العملية التعليمية بسلاسة. ولحل هذه المشكلة طلبت الإدارة من طلابها شراء الكتب المدرسية من عدن بأموالهم الخاصة. في الفصول يتعلم الطلاب أهداف ثورة سبتمبر والتي من بينها مجانية التعليم، لكنهم يعرفون أن هذا البند حبر على ورق. نطالب الجهات المسؤولة والمعنية ووزير التربية والأخ مدير مكتب المحافظة وإدارة التربية في المديرية بالنظرة إلى هذه المدرسة. الحكومة من جانبها تقدم وعودا كثيرة لحل هذه الإشكالات، لكن هذه الوعود المعلقة وحدها لا يمكنها أن تغير واقع هذه المدرسة الريفية المعزولة وتبعث الحياة في هذه الجدران. وحتى تتحول تلك الوعود إلى حقيقة سيبقى هؤلاء الطلاب على هامش التعليم.